السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمر علي عبد المقصود. إحنا النهاردة بنتكلم مع بعض في خصائص القانون الإداري، وكنا قلنا المرة اللي فاتت إن القانون ده قانون حديث النشأة، لكن النهاردة بقى بنتكلم في جزئية إن القانون الإداري قانون قضائي. وخلي بالك قوي، في فرق لما أجي أقول لك إن القانون الإداري قانون قضائي ولما أجي أقول لك السوابق القضائية. طبعا احنا عارفين ان في بعض الدول زي ما قلنا المره اللي فاتت زي دوله انجلترا بتطبق السوابق القضائيه. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ القانون الاداري لما اجي اقول لك ان هو قانون قضائي، فده معناته ان القاضي الاداري لما يطبق اي نص، لو جه مثلا في دعوه تانية هو غير ملتزم بتطبيق النص اللي هو طبقه قبل كده، يعني هو دايما بيكون حر، ما يجيش مثلا النهارده يطبق نص او يصدر حكم او يخلق قاعده وبعدين يجي بعد كده مثلا في دعوة تانية عاوز يطبق حكم مخالف للحكم ده، يبقى ملتزم ان هو يطبق الحكم الاولاني؟ لا، براحته يخالف الحكم الاولاني، لان احنا قلنا ان القانون ده قانون مرن، قانون مرن دايما جديد دايما بيتطور. فما ينفعش احجم القاضي ان هو لما يطبق نص النهاردة ملتزم ان هو يطبقه بكرة وملتزم ان هو يطبقه بعده في الدعوة المشابهة او كده، لا براحتك، عايز تخالف خالف طالما ان ده الافضل وده الاصلح وطالما ان ده مش مخالف للنظام العام او القانون في مجمله. اما بقى اما اجي اقول لك سوابق قضائيه، فخلي بالك ان لما في مثلا قاضي في محكمه استئناف يصدر حكم، اصبحت المحاكم الادنى درجه زي مثلا المحاكم الجزئيه اصبحت ملتزمه بتطبيق هذا الحكم ولا يجوز لها الخروج عنه، بل كمان ان القاضي نفسه اللي هو قاضي الاستئناف ده اللي اصدر الحكم هو كمان نفسه ملتزم ان هو بعد كده ما يخرجش عن الحكم ده، يعني اصبح ملتزم ان هو يطبق الحكم دوت لما يجي يصدر احكام مشابهه في الدعاوى المشابهه اللي بتكون معروضه امامه، فاصبح هو القاضي نفسه ملتزم بتطبيق الحكم اللي هو اصدره قبل كده، وكمان محاكم الدرجه الادنى ملتزمه هي كمان ان هي تطبق الحكم بتاع المحكمه الاعلى درجه. فهنا الاختلاف طبعا مهم قوي وواضح، ان دي حاجه ودي حاجه، هنا براحته يبتكر يغير احكام، الحكم اللي صدر النهارده ملوش دعوه بالحكم اللي هيصدر بكره، انما هنا لا، الحكم اللي هيصدر النهارده اصبح القاضي نفسه ملتزم بيه لما يجي يطبق دعوه مشابهه مثلا او اي حاجه مشابهه، هيطبق نفس الحكم، لازم يطبق نفس الحكم اللي هو اصدره، ومحاكم الدرجه الادنى هي كمان بتكون ملتزمه ان هي تطبق نفس الحكم بتاع المحكمه الاعلى درجه. طبعا دي مهمه جدا، واتمنى ان انا اكون لخصتها لك. وبقى يعني لما كنا اتكلمنا وقلنا ان هو القاضي الاداري ده مستقل عن القانون المدني او القاضي المدني، وضحنا طبعا فمش هنعيد تاني، لكن هي اللي الحته المهمه قوي في مساله ان القانون الاداري قانون قضائي. اتمنى ان انا اكون وضحتها لك بطريقه مبسطه، لو في اي حاجه طبعا انت عارف هتكلمني وانا عينيا ليك، وان شاء الله بامر الله الموضوع بسيط يا فرقه تانيه حقوق، ومع السلامه. السلام عليكم.